أنا في معهد عالي لغات مصر الجديدة قسم روسي، هل ليا مستقبل زي كلية الألسن ولا لأ؟ أحمد محمود، لأ ليك مستقبل إن شاء الله، ولكن خلي بالك يا أحمد إن اللغة الروسية بطبعها معلهاش طلب كبير زي اللغة الألمانية. كمان من الحاجات المهمة هي فكرة ووجود إن الاقتصاد الروسي نعم كبير ولكن الحجم المحلي كبير، لكن مازال الطلب على اللغة الروسية موجود في مصر وبكثرة، لسبب لأن احنا عدد السياح الروس في مصر عدد كبير جدا جدا، ولذلك يمكن لك انك تستخدم اللغة الروسية كتور جايد، كتشتغل في السياحة في الحاجات دي هتجد ليها فرصة عمل. لكن لو انت مهتم انك تسافر بره مصر هتلاحظ ان التنافسية عالية جدا وفرص العمل قليلة، لكن الخبر الإيجابي يا أحمد انك ممكن تعمل كارير شيفت كمان وتنتقل إلى أي مجال من مجالات الإدارة، HR، ماركتينج، الحاجات دي، ولكن انت هنا تبقى محتاج انك تعمل دبلومة، بكده انت عملت التحول إلى المجال الجديد. ولكن لو انت حابب تكمل في روسي وحابه، خلي بالك بأن فرص العمل بتكون فيها تنافسية جديدة وحجم العمل بخلاف اللغة الألمانية ليس كبيرا في الخارج مثل اللغة الروسية.